يلا الله يرضي عليكم. الى كنت الصوت ديالي طب كسبوك. السلام عليكم. الى كنتو كتسمعوا الصوت ديالي مزيان ياك واضح صافي باش نبداو ان شاء الله هاد لا لوسون ديالتنا. داكور صافي تري بيان. كل كاع الغزالين كاينين هنايا ما عندي ما نتسركم. تبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا ارتحيتوا شويه. سي بون تري بيان. تري بيان صافي مزيان. غير باش ما نحرموش الناس بزاف نتمنى كل شيء. وهذه واحد التجربه اللي بنديرها ان شاء الله نتمنى انها تنجح. اللي هي يعني حاط انا اون باراليل راه داير هاد اللايف حاطو في الباج فيسبوك باش يبقاني تسجيل عندكم الى بغيتوه. يلا نتمنى استاذ صداع عندك. الاخرين واش كتسمعوا شي صداع عندي في صوتي؟ لي زوتر واش كتسمع؟ لا كتسمع مزيان ان بو. نو شوية. المهم صوتي مسموع ياك؟ تقدروا انكم تكملوا معايا يعني لا هكا ما كاين حتى مشكل سي با غاف. صاف 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 ميرسي بوكو. صافي مزيان تري بيان. يلا نبداو على بركة الله. دونك اون فا كومونسي دونك لو ترافاي دين الوغ دي ندير واحد يعني باردون تقديم بسيط. ندير واحد لانتروداكسيون واحد بتيت انتروداكسيون داكور. فوالا اذا بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. اذا كانت شي حاجه كي كلوش ولا ما بانت لكمش مزيان سي فو بلي اذا في لا كونفرساسيون اذا كان الصوت ما واضحش ولا تقطع ولا شي حاجه وقفوني عفاكم في لا كونفرساسيون داكور. يلا سمحوا لي انا بغيت غادي نحل النافيغاتور ديالي نشوف هي نشوف كيفاش كيبان في الفيسبوك. بلاتي الله ودي يبان مزيان لان بزاف ديال التلامد طلبوا قال لك اودي استاذ راه حتى حنا بينا نشاركوا. بسم الله. دونك راه ما مشيتش راه باقي معكم. صافي راه خدام مزيان. صافي هذا الصوت اللي سمعته دابا راه كان في اللايف ديال الفيسبوك. اذا بسم الله على بركة الله. الدرس ديالنا العنوان ديالو دونك لي ترانسفورماسيون لي ترانسفور. غادي نشرح واحد المساله نشرح بالعربيه والفرنسيه بجوج صافي. راه غيبقى في لاباج فيسبوك حسن كاع من اليوتيوب يعني كاع اللي عنده نجمه 6 اللي تيخدم نجمه 6 راه غادي يدخل الفيسبوك غادي تطلق ليه اللايف وغادي نحطو ان شاء الله في اليوتيوب الا بغيتو ما كاين حتى مشكل. صافي عبد الودود
Donc, les transformations dans le plan. D'accord. أولا بالعربية، اللغة العربية كنقولوا التحويلات، التحويلات في المستوى. صافي، إذا غادي نحاول نشرح شرح مبسط يكون مفهوم مزيان، ونحاول نشوفوا شنو هو لوبجيكتيف، لأن أي درس كيكون واحد الهدف الأستاذ خصو يصلي. اتفقنا؟ وفاش وشنو هما التطبيقات ديال هذا الدرس؟ هذا الدرس دونك هذا كينتمي لواحد المجال اللي هو في الرياضيات، اللي هو الهندسة، لا جيومتري، وبالضبط لا جيومتري دون لو بلان، كتسمى لا جيومتري بلان، الهندسة المستوية. لأن في المات دونك كاين جوج أنواع الهندسة كنخدمو عليهم، كنخدمو الهندسة في لو بلان، وكندوزو من لو بلان كندوزو للفضاء، دونك جيومتري بلان. فوالا، باش نعطي واحد المقدمة بسيطة باش نشرح شنو هو هاد لا ترانسفورماسيون. ألوغ بداية، وغادي تلاحظوا واحد العلاقة وطيدة بين يعني ما بين هذا الدرس او هذه الهندسة مع الحساب العددي او الجبر. كنقولوا ليه حنايا دونك في لغة الرياضيات تنسميه الجبر. اذا راح نرى اون فيان دو تيرميني واحد لا لوسون اللي هي لا لوسون ديال لي فونكسيون، الدوال. دونك شنو هي الدالة؟ الى عرفنا دالة، دالة اللي كنا دالة عددية، غادي يجي واحد غادي يجي غريب هذه المساله، غيقول واه دابا شنو علاقه هذا الشيء بالدرس؟ غادي تشوفوا شنو هي العلاقه. هاي صبروا، اذا نصبروا كل شيء غادي يكون مزيان. دونك داله عدديه، فوالا عرفناها الداله العدديه، هي واحد العلاقه، واحد لا غولاسيون اللي كتربط بين ماذا؟ بين عنصرين. كيكون اذا شنو هما المكونات ديالها؟ المكونات ديالها كاين واحد العنصر ديال الانطلاق سميناه اكس، وكيكون واحد العنصر ديال الوصول سميناه ايغريك او لا اف دو اكس. صافي، ايغريك هنايا اكس كيكون من واحد المجموعه، اذا بما ان اف تنسميو الداله غالبا اف جي اكسيتيرا، المهم حنا غنسميوها اف. دونك بما انها داله عدديه، اذا كتربط لي عدد بعدد، وبالتالي هنايا غادي تكون الدالة من R نحو R، يعني كناخد عنصر من R عدد حقيقي وكنربطوه بعدد حقيقي. صافي، هذه الدالة العددية. أرون دابا هذا المفهوم ديال الدالة العددية، إلى نحاولوا ننقلوه، واش ممكن ننقلوه للهندسة لا جيومتري؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذا شنو هما المتغيرات اللي غيتغيروا؟ المتغيرات اللي غيتغيروا، اولا ما غاديش نوليو خدامين بدوال عدديه، دونك غادي تولي داله، نقدروا نقولوا لها داله هندسيه، او في حقيقه الامر هي راه كتسمى تطبيق. اتفقنا؟ تطبيق، ولكن حنا مازال ما شفنا هذا المفهوم، حنا غادي نخدموا بالمفهوم الاعم اللي هو الداله. بمعنى اننا غادي نوليو ناخذوا بلاصه اكس و ايغريك. لاحظوا معايا التغير اللي غيوقع. اذا هنايا غادي نخلي السميه ديالها، ما غاديش نقول داله فوالا، نقولوا داله هندسيه، نقدروا نقولوا دالة هندسية، نقدروا نسميوها نيت اف، تبقى نيت اف. ولكن شنو هما العناصر اللي غتربط؟ ما غتربط ليش عدد بعدد، ما غاديش تربطهم، غادي تربط لي نقطة بنقطة أخرى. إذا نقطة ام، نقطة ام شنو هو المجموعة إذا اللي كنخدم عليها؟ شنو هي مجموعة النقط؟ مجموعة النقط الكاملة اللي خدامنا هي اش؟ هي المستوى ديالي. إذا غنسميه لو بلون بي. داكور، ديال بلاصه المجموعه ا غادي يكون مجموعه النقط اللي انا خدام في لو بلون. كون كنت خدام في الفضاء غادي نسميه ليسباس، داكور، ولكن هنا ما خدامش في الفضاء. فيغ كوا؟ اذا كي فا دوني دونك كي فا اسوسي، التي تربط اذا كل نقطه ام بنقطه، افيك ان بوان ام بريم، نسميه ام بريم. فوالا، وانتوما كيجيكم ام بريم في بالكم، تتفكروا شويه دوك المماثلات الى اخره. اتفقنا؟ الوغ ام بريم دوره فين كاين؟ كاين توا في لو بلون. داكور، اذا حنا غادي نزيدو شروط على هاد الداله الهندسيه. اذا غادي نمسح انايا هاد الداله العدديه هادي، دونك ما غاديش نبقى راهين بها. داكور، ولكن
اذا غادي نولي خدام انا بالداله الهندسيه. اذا شنو هما الشروط اللي غادي نزيد؟ غادي نزيد بعض الشروط اللي هي، تبعوا معايا مزيان. اولا مزيان، اولا الشرط الاول هو ان لا فونكسيون او الداله الهندسيه ديالتي كتربط ليا كل ام بام بريم. الشرط الثاني هو ماذا؟ هو ان كل نقطه ام، اذا بور تو بوان ام اون اسوسي، كنقولوا اون نربطه بنقطه واحده ام بريم، يعني لكل نقطه ام يوجد ام بريم واحد. اذا نقولوا هنايا بور تو بوان ام، بور تو بوان ام دو بلون، ام دو بلون ينتمي الى المستوى بي بالرموز الرياضيه، راه هادشي صالح حتى الناس اللي كيخدموا باللغه العربيه راه صالح لهم. داكور، بور تو بوان ام ابارتيان او بلون، فوالا. دونك ام فوالا ال اكزيست، عفوا ال اكزيست، دونك يوجد ال اكزيست فوالا ان يونيك ام بريم، ان يونيك بوان ام بريم تا هو كاين في لو بلون، تيل كو، بحيث تيل كو ليماج نقدر نكتب بحال هكا اف ديال ام، الصوره ديال ام بهاد الداله الهندسيه هي ام بريم. اتفقنا؟ وغادي نعطيكم امثله على، راه انتم درتوا بعض الامثله رايم اي دونك ما سميتوهمش، غادي نعطيكم امثله على هاد الداله الهندسيه اف اللي غادي تربط ليا كل نقطه ام بام بريم. الو، الشرط الثالث اللي غادي نزيد، الشرط الثالث هو ان العكس دابا، يعني عكسيا، يعني الا خديتي كل ام بريم صوره غادي تلقى ليها ما يسمى، الوغ كومون ابل ام في هذه الحاله، كنقولوا ام تنسميوه او لا اكس كنقولوا ليه السابق بالفرنسيه لونتيسيدون، اونتيسيدون. ايغريك يتسمى ماشي لاحق، انا باش تقول لي السابق ولاحق، لا، ايغريك صوره، ما تديروش اللغه العربيه هنا. دونك صوره اللي هي بالفرنسيه ايماج، هادو مصطلحات علميه يعني مضبوطه معروفه. الو، قبل ما نكمل الله يرضي عليكم، بغيت نتاكد واش كما نكون كنهضر مع راسي، واش مزيان لحد الان؟ مزيان، متابعين معايا الشرح؟ متابعين معايا مزيان؟ صافي، تري بيان، برافو، تري تري بيان، شكرا جزيلا. مزيان، ارتاحوا مع راساتكم، واحد الكويز ديالها تاي حداكم ولا هذا، والواحد يرتاح. دابا راه بالعكس، راه فوزيت افونتاجي بالنسبه عندكم دابا المساله في ديوركم، وهذا الواحد يرتاح ويفكر مزيان. انا ما بغيتش ندخل ديريكتومون، بغيت نقدم لكم هذا الدرس بطريقه اخرى، بطريقه مختلفه. داكور، شكرا شكرا ريح، ميرسي. الوغ اون كونتينيو، الوغ بور تو بوان اكسي، اذا بور تو بوان يعني لكل نقطتين ام بريم من لو بلون يوجد لها، الي اكزيست تا هي، يعني لا العكس، يعني الا خديتي كل نقطه غتلقى واحد السائق واحد، ان يونيك، فوالا، ان يونيك ام هاد المره، ام ابارتيان بي، تيل كو ام بريم هي اف دو ام. هنا غايقول لي شي واحد استاذ راه بحال، لا، هنا راه مشيت في هاد لو سونس، يعني الا خديتي ام راه عندها صوره وحده، ولكن العكس حتى العكس راه صحيح. وغادي نشوفوا بان بعض الدول الهندسيه اللي قريناها هذا العام هذا ما غتحقق ليش بعض الشروط. الوغ، الا كانت هذه الداله الهندسيه كتحقق لي هذه ثلاثه الشروط، يعني كتربط ليا كل نقطه ام بام بريم صافي، دونك بهذا جوج ثلاثه الشروط، اذا في هذه الحاله اون ابيل هاد لا فونكسيون اف، كنقولوا ليها بلاص ما نقولوا عليها داله هندسيه فقط، كنقولوا عليها اف ايتون transformation du plan، est une transformation باللغة العربية تحويل في المستوى، transformation أو لا كنقولو F تحويل في المستوى. وعوض ما نقولو بأن ليماج دو M هي M بريم ولا هذا، نقدرو نقولو راه صحيح حتى تبقى صحيحة، كنقولو F، تنقولو F تنستعملو لو فيرب transformer، تنقولو transform تحول M en au point M prime ou la en M prime. Donc vous voyez que F تحول النقطة M إلى النقطة M prime. اتفقنا؟ مثلا غادي نعطي دي زيكزامبل، غادي ناخذ لي فامو اكزامبل اللي معروفين في الرياضيات، كاينين اللي درتو نتوما، كاينين ثلاثة لي زيكزامبل، كاين التماثل المركزي، وغادي غادي تصدموا بهذه المسألة ديال، غتقولوا واه وشو هاد الدوال، هاد المفهوم ديال الدالة راه ولا عام،
يعني ماشي شي فقط الداله هذه اللي كاينه، كاين التماثل المحوري وكاين الازاحه، هادو هما اللي درتو لحد الان، هادو هما لي ترانسفورماسيون اللي درتو لحد الان. داكوغ، دونك غادي اش غادي نديرو حنا؟ غادي نديرو واحد التذكير بسيط. دونك الاستاذ ملي غيبدا هذا الدرس هذا كيدير واحد التذكير بسيط ديال يعني ديال كل وحده فيهم. بيان سور اون فا لي نوتي اون فرونسي. التماثل المركزي كنقولوا لا سيمتري، سيمتري اس اي غريك، سيمتري سنترال مركزي، دونك سنترال. هنا لا سيمتري اكسيال، لا سيمتري اكسيال، لاكس هو دونك والازاحه لا ترانسلاسيون، لا ترانسلاسيون. داكور، وراه مزيان الناس اللي دايرين اللغه العربيه راه يفيدهم هذا الشيء من بعد، انسان يعني يحاول انه ياميليوري الفوكابولير ديالو. راه حدك شتي واحد القضيه باش نتفاهموا عليها، راه الوزاره حددت اخر سنه اللي غيكون فيها اللغه العربيه هي العام الجاي، اخر سنه يعني من موراها ما باقيش، غادي يولي كلشي العلوم غادي يوليو بالفرنسيه، تيتقراو في المغرب بالفرنسيه، يعني اخر سنه هي العام الجاي. دونك يعني هاد البروموسيون صافي اون فوا دوز صافي، وحتى كاع الا دازت هاد البروموسيون غادي تصطدم باللغه الفرنسيه من بعد الباك الا بغيت تكمل في اي مجال في العلوم. دونك نكملوا الله يرضي عليكم. الجديد شنو هو الجديد؟ كاين اللي غيقول لي استاذ شنو جديد؟ احنا قرينا التماثل المركزي، هنا ما نقرا، راه بديتوه من ابتدائي، من الخامس ومن السادس وانتم بديتوه في التماثلات، كيعطيكم مثلا اشكال، كيقول لك الجديد هو اننا غادي نديروا بعض الترميز، يعني لي نوتاسيون ديال هاد ديال هادو ديال هاد ثلاثة ديال لي ترانسفورماسيون دو بلون. إذا أولا بعدا غادي نتحققوا واش فعلا، ناخذوا وحدة وحدة ونتحققوا واش فعلا كي كل واحد من هاد لي ترانسفورماسيون، عفوا كل واحد من هاد العملي لي زوبيراسيون كيحقق ليا هاد الشروط اللي ذكرت. ناخذوا التماثل المركزي. الوغ التماثل المركزي دونك غادي اون فا بروندغ لا سيميتري سونترال. داكوغ، نديرو التعريف ديالو، نذكرو به التعريف ديالو. دونك شنو هي لا سيميتري سونترال؟ اولا لا سيميتري سونترال غادي ندير ما يسمى ب لي زيليمون كاركتيريستيك. داكوغ، الو، ما معنى العناصر المميزه؟ ايمون كاركتيريستيك يعني هما الحوايج اللي كيعرفوا ليا واحد التماثل المركزي. باش كنفرق التماثل المركزي على واحد التماثل المركزي اخر، تو سامبلومون ليليمون كاركتيريستيك، دونك كاين ان سول ايليمون اللي هو اش؟ اللي هو المركز، اللي هو لو سونتر. لو سونتر عامه نقدروا نسميوه او، ولتفاديا للمشاكل اللي كيوقعوا مثلا بعض المرات مع اصل المعلم ولا كونفوزيون، غالبا كنقولوا ليه اوميغا. ياك عرفتوا هاد لو سين اوميغا؟ راه ديجا جو بونس راه كنتو شفتو معايا في لا بروجيكسيون جو بونس ولا المهم، هاد اوميغا ماجوسكول داكور، هذا لو سونتر اوميغا هو اللي كي عفوا، ولا لو سونتر او كون فو فولي، انا ما عنديش مشكل. دونك ليليمون كاركتيريستيك اول حاجه. ثاني حاجة لا نوتاسيون، داكوغ، في لي فونكسيون اكزاكتومون، اوميغا هو الرأس ديال لا بارابول، اكزاكتومون كوثر، تخي بيان. دونك لا نوتاسيون، ها الجديد دابا عوض من بلاتي، لا سيميتري سونترال كتقول ليا بأن دونك خلي لا نوتاسيون، نديرو هنا ديفينيسيون، إذا التعريف ديال كيفاش كنعرفو لا سيميتري سونترال. دونك ديفينيسيون، كنقولوا بان ام هي صوره ام بريم، هي صوره ام بالنسبه لواحد النقطه اوميغا، يعني ان ماذا؟ تو سامبلومون ان اوميغا هي منتصف القطعه ام ام بريم. هذا هو التعريف ديال لا سيميتري. دونك حنا بلاص ما نقولوا اف دو ام كتساوي ام بريم، يعني ام صورتها هي ام بريم، اش غادي نديروا؟ غادي نحيدوا ديك اف وغادي نسميوها اس لتحت اس اوميغا، اس انديس اوميغا دو ام ايت ايغال ام بريم. يعني ملي غادي تشوف نتوما هاد الكتابة راه عالمية، يعني شوفوا معايا واحد لافخاز، شوف واحد لافخاز وغادي تكتشفوا بان هاد لانوتاسيون كتنفعنا بزاف، كتنقص علينا
يعني الخدمه. ها انت عرفتي هاد لافراز، هاد ليغاليتي هادي، عرفتي اش كتلخص لينا؟ امبريم هي صورة النقطة ام بالتماثل المركزي الذي مركزه اوميغا. دونك فهمتوا المعنى؟ هاد الطوالة كاملة يمكن لي نستغنى عليها بهاد الكتابة بسيطة. اذا كنرمزو لاسيميتري كناخدو اس وكنديرو هنا في الانديس كنديرو المركز ديال لاسيميتري سونترال. المركز الا كان المركز او كندير اس او، الا كان في لو بي في الرجل ديال لا لتر تنقولو لانديس. هنا تنسميو هاد البلاصة تنقولو انديس، تنقولو اس انديس اوميغا. صافي باش كنفرقوا، لان الا درتي اس ما غاديش نعرف واش اش من بوان لي اش من سيميتري، شنو هو لو سونتر ديال هاد لا سيميتري. وكنقراو هاد لا فراز هاد ليغاليتي كنقراوها كوم سا، نقولوا ليماج دو ام بار لا سيميتري دو سونتر اوميغا، لا سيميتري سونتر دو سونتر اوميغا اي ايغال ا ام بريم تو سامبلومون. صافي، وهاد لا نوتاسيون غادي نوليو نعتمدوها من انطلاقا من الان. فصاعدا لا ديفينيسيون، دونك دابا غنقولوا متى يكون بان ام صورتها هي ام بريم يكافئ. دونك هذا الرمز التكافؤ راه كنا شفناه، تكافؤ تكافئ يعني اذا وافقت، اذا كان هذه هي تكافئ، هذا هو المعنى ديال التكافؤ. تكافئ ماذا؟ انا جاتني شويه الوغ، غادي من الاحسن اننا نلخصوا شويه الهضره. اذا بلاص ما نقولوا اوميغا هي منتصف ام ام بريم، نقدروا نترجموها فيكتوريالمون بلي فيكتور. ما معنى اوميغا منتصف اوميغا؟ يعني تو سامبلومون نقدروا نقولوا اوميغا ام هي ناقص، او لا اوميغا ام بريم عفوا، بحال بحال اوميغا ام بريم هي ناقص اوميغا ام. هانتوما اوميغا ام بريم هي ناقص اوميغا ام. فوالا هذا كيتسمى التعريف المتجهي، لا ديفينيسيون فيكتوريال. يعني عرفنا دابا الازاح او التماثل المركزي بعباره عن يعني باستعمال المتجهات. انا كنحاول نضم هذا الاكسبوزي هذا اللي كنكتب دابا باش نديرو سو فورم دو بي دي اف ونصيفطو لكم، يكون عباره عن ملخص. صافي فوالا، راه هادشي في الاخر انا كنضمو مزيان، غادي نديرو بي دي اف ونصيفطو لكم في تيمز. يلا فوالا، هذا لا سيميتري سونترال. لاحظتوا معايا دونك واحد المساله، واش هاد لا سيميتري سونترال كتفيريفي هاد لي كونديسيون؟ الجواب نعم، لان الا خديتي شي نقطه ام صورتها ام بريم، الوغ شحال من ايماج غادي تلقى؟ غتلقى اون يونيك ايماج. ولا خديتي ام بريم ورجعتي باللور غتلقى ان يونيك انتيسيدون. اذا و فوالا، اذا هاد السيميتري دونك الي كونسيديري كوم اون ترانسفورماسيون. تنقولوا il transforme ام 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 بريم، كتحول لنا يعني. ما عرفتش كي غادي نوصل لكم المعنى ديال لا ترانسفورماسيون، الاصل ديالو منين جا. اذا ترانسفورمي سي بحال تنقولوا ديبلاسي، داكور، سي شانجي لو ليو ديال واحد لو بوان. وعلاش كنبداو بلو بوان؟ لان لو بوان هو الاصل ديال كاع لي ديال كاع لي فيكور. لان كاع الى سي تو اريف ا مانيبولي ان بوان اي ان فيكتور، بيان سور لو بوان اي لي فيكتور، alors tu peux arriver à manipuler كاع لي فيكور اللي كاينين، اللي كاينين في لو بلان ولا في الاسباس. ندوزو دابا لا سيميتري اكسيال. دو ميم لا سيميتري اكسيال دونك كيس كيلا لا سيميتري اكسيال، غادي نهضروا على لي زيليمونس اشنو هما الحوايج اللي كيعرفوها. دونك كاركتيرستيك، باش شنو اللي كيميز ليا باردون، شنو اللي كيميز ليا سيميتري اكسيال مع سيميتري واحده اخرى؟ هو سيميتري اكسيال باردون مع سيميتري واحده اخرى هو لاكس، هو لاكس. فوالا، انا هنايا كندير واحد الفلوريسون باش باش فوالا باش سي بون. دونك كاين لاكس، لاكس اللي هو عباره عن ان دروات. دونك كنفرق اولا كنعرف، ما يمكنش تعطيني اون سيميتري اكسيال بلا ما تعطيني لاكس ديالو. دونك لاكس ولا اون دروات، غادي نقول اون دروات كاع باش تبان مزيان. اون دروات نسميها دلتا، صافي، ولا دي ولا كون فو فولي دلتا. لا ديفينيسيون ولا لا نوتاسيون ديالتنا، لا نوتاسيون دونك هنا غادي نعاود نكتب لا نوتاسيون. لا نوتاسيون ديالتنا هي اس، هنايا كنديرو لانديس كنديرو لا دروات،
فوالا. اذا الا شفتي هنايا لانديس اس سيمتري، الا شفتي في لانديس اون دروات اونتر بارونتيز، عارف بانها دونك سيمتري اكسيال. لا سيمتري اكسيال دونك ام ايغال ان بريم. الوغ كيفاش كنعرفوا هاد لا سيمتري؟ متى نقول ان ام ام بريم هي دونك ليماج ديال ام بهاد لا سيمتري اكسيال؟ اذا تو سامبلومون تعريف كالتالي، ام ام بريم هي ليماج دو ام بار la symétrie axiale, si seulement si هذاك delta غيكون هو la médiatrice الوا سيت، غيكون هو الوا سيت. اذا هاد delta هذا، اذا delta est la médiatrice et la médiatrice de m m prime. Voilà. اذا خديتي m، واش كاين عنده ان يونيك اون يونيك ايماج؟ وي. خديتي ام بريم، واش غتلقى ان يونيك انتيسيدون؟ وي. دونك هادي سي اون ترانسفورماسيون. داكوغ، مزيان، تخي بيان. الوغ تا الاخر، وغادي نهضر ملي غادي نحيد هادو عليا، غادي نهضر على لي كاركتيريستيك ديالهم، لي بروبريتي، الحفاظ على المنتصف، الحفاظ على المسافه، بزاف ديال المفاهيم. اذا بزاف ديال لي بروبريتي عندهم. داكوغ. دونك لا سيمتري سنترال، لا سيمتري اكسيال. ندوزو دابا لا ديغنييغ لي درتوها جو بونس، بديتوها مع لي فيكتور. دونك لا ترونسلاسيون، الإزاحة، ترونسلاسيون اللي هي الإزاحة. إذا الإزاحة، باش كنميز إزاحة على إزاحة وحدة أخرى، كنميزها بمتجهة. دونك خصني أن فيكتور، لأن الإزاحة كنقولو الإزاحة ذات المتجهة. D'accord, l'izaha c'est un glissement aussi, c'est انزلاق ولا voilà un déplacement. تحريك كنحركو m vers واحد la position m prime ولكن avec un vecteur défini, واحد le vecteur u qui كان كتقول لكم الاستاذ السنه اللي فاتت جو بونس، باش مثلا بالمتجهه ا بي الا بغينا نديرو الازاحه m ديال m بالمتجهه ا بي، كنكملو متوازي اضلاع، كنكملو متوازي اضلاع، وكنلقاو الازاحه ديال ام هي ام بريم. هذه هي الطريقه، صافي. لي موفمون اللي كاينين في الطبيعه ديال لي ترانسلاسيون كاينين بزاف، كاينين لي التيارات المائيه، كاين بزاف في الطبيعه. داكوغ، هادشي لي هادشي لي لي بزاف مع لا ميكانيك، مع الفيزيك، بزاف بزاف. داكوغ، ترانسلاسيون لي فورس اوسي، راه لي فورس ملي كتحرك واحد الجسم بواحد لا فورس معينه الى اخره. الوغ باش كنرمزو لا ترانسلاسيون، لا ترانسلاسيون كنرمزو لها بالتي. الوغ كناخدو تي و كنديرو انديس، كنديرو لانديس او. داكوغ، الى عندنا اون سول ترونسلاسيون في شي تمرين، راه نقدرو سون، الى ما عندناش ريسك دو كونفوزيون، الى ما عندناش مشكل ان تخلط لينا مع ترونسلاسيون وحده اخرى، راه نقدرو ما نديرو كاع حنا هاد لانديس، نديرو هي تي دو ام هي ام بريم. تنقولو لو ترونسلاتي دو ام سي ام بريم، لو ترونسلاتي او لا ازاحة ام هي ام بريم. ولكن من الافضل، انا كنفضل اننا نخليو هاد لانديس. اذا ما معنى الازاحه؟ باردون، تي دو او تي دو ام ايغال ام بريم افيك لو فيكتور على ترانسلاسيون دو فيكتور او، سي ايكيفالون ا دير كوا؟ اذا سي ايكيفالون تو سامبلومون ا دير كو المتجهه ام ام بريم تساوي المتجهه او. اذا عندك واحد المتجهه او وعندك واحد لو بوان ام، الوغ كيفاش ممكن تنشأ هذاك الازاحه؟ دونك غادي تكون، غادي يكفي انك ترسم المتجهه مساويه مع هاد او. فوالا، هذا هو المعنى ديالها. اذا المتجهه او كتساوي ام ام بريم. فوالا، اذا هذا بين الحوايج الجداد في هذا الدرس اللي هما لا نوتاسيون ديالتنا. داكوغ، غادي جو في فيرمي ماتنون. الوغ، هاد السنه هادي درنا واحد لوبيراسيون اللي كتحول ليا ام لام بريم، ولكن ما غاديش نديروها مع هاد الدرس هذا. شكون اللي ذكرني بها اللي كتحول لي ام حتى هي الام بريم؟ كنا درناها في الدور الاولى اللي با الى باقي عقلتو، كان جو بونس هو لا تخوازيام لوسون اللي كنا درنا. الوغ، عقلتو عليها؟ كنا درنا الحسابيات، لاريتميتيك كنا درنا في الاول، من بعد اشنو درنا؟
C'est bon. Ayan, chauffe les réponses. La projection, Hassan Jitan. الاسقاط فاش كنا درنا الاسقاط اذا السؤال الذي يطرح نفسه علاش الاسقاط ما داخلش مع لي ترانسفورماسيون شنو هو المشكل اللي كاين في الاسقاط شنو هو البروبليم اللي كاين في لابخو الوغ بغيت نسمع صوتكم شي واحد الى عنده شي اجابه الى بغى يشارك انا ما عندي مرحبا داكور وي كوتر بلاتي اسمحي لي يا بنتي غادي نبدل الحيدية هاد لا كولور بلونش شويه شويه قويه وغادي نعطيك الكلمه صافي حيت هاد لا كولور نشوف كوثر عندها شي فوالا وي كوثر السلام عليكم بونجور بونسوار بونجور السلام عليكم كلشي في رمضان كلشي تولي بحال بحال Monsieur, la projection chez Transformation, parce que نعم le projection, يمكن نلقاو أكثر من إيماج, ماشي إيماج وحدة. ماشي بلاتي انا بقي معايا غادي نديرو لا بروجيكسيون كنحتاجو بعدا جوج ديال لي دغوات لا دغوات سور واحد المستقيم اللي عليه كنديرو الاسقاط وواحد المستقيم اللي كنسقطو بالتوازي معاه وي هبه بقي معايا كوثر هبه السلام عليكم وي هبه Monsieur, بالنسبة لا بروجيكسيون اه هذوك الشروط الثلاثه شنو هما الحاجه اللي حنا كنا درنا ام بريم ياك كوثر كنا كنديروا ام بريم او لا عفوا ام اش كنديروا الاسقاط ديال كنديروا الاسقاط ديال ام كنا موازي لدلتا المارمي الام الموطوع ديالو هو اللي كيعطينا لا بروجيكسيون ديالو لو بروجيتي ديالو داكور اذا بلاتي قلتي لي يا استاذ بلاتي قلتي لي يا استاذ كاينين بزاف لي زيماج ولا ما يمكنش يكونوا بزاف لي زيماج ولكن اشنو لا ديك لا دغوات غنلقاو لا ميم بوين ام هذاك بروجيكسيون اخرى وي سلمى سلمى قالت لي لا بروجيكسيون نو كونسيرف با لي ديستانس ولكن بنتي سلمى دلاتي باش نتفاهموا راه في راسك راه تقدر تكون لا ترانسفورماسيون راه تقدر ما تكونسيرفيش لي ديستانس وتكون ترانسفورماسيون نيت ونسميوها ترانسفورماسيون وهي نيت الجديد اللي عندكم هاد السنه هادي اللي هي لوموتيسي الوغ المشكل اللي بلاتي عكسيا كوتا الا خدينا ام بريم مثلا بلاتي بغينا نرجعوا باللور دابا خدينا شي بوان ام شنو هما لي بوان ام اللي محتملين يكونوا دي زونتيسيدون شكون هما فوالا اذا المولي هنا هو في الرجوع اذا بوغ تو بوان ام بريم غيكون عنده اون انفينيتي دون ماشي واحد بلوزيور زونتيسيدون اكزاكتومون فوالا هاد خلي لا بروجيكسيون وهذا الشيء علاش داروها كدرس مستقل بوحده اما كون كانت تدفيري في هذه المساله كون دخلوها حتى هي مع هذا الدرس صافي شكرا جزيلا كوثر ميرسي بوكو ميرسي يلا اذا نكملوا اذا قلنا بروجيكسيون ني با اون ترانسفورماسيون لا بروجيكسيون ني با اون ترانسفورماسيون وي هبه هبه بقات سلامة صافي صافي بنتي ميرسي صافي مزيان الوغ دونك لا بروجيكسيون غادي نديرو اون رومارك La projection n'est pas une transformation. La projection n'est pas. نرجعوا للاصل نقولوا سيت اون فونكسيون جيومتريك وصافي هي الداله اللي كتحول لي ماشي كتحول ولكن كتعطيني ليماج دو ام كتعطيني هي ليماج عفوا ليماج ديالها هي ام بريم تو سامبلومون دونك ني با اون ترانسفورماسيون فوالا اذا ما محسوباش علاش انا جبت معكم هاد لان راه كاين حتى بعض الاساتذه او لا كاين بعض يعني بزاف التلامذ كيشوف هو كيقول بما انني عندي ام صورتها ام بريم راه صافي هادي ترانسفورماسيون هذا هو المعنى تمشي مع المعنى الادبي
راه صافي راه جي ترانسفورمي ان مون امبريم، يعني حولتها. لا لا ترانسفورماسيون راه مصطلح اصطلاح هذا كيشتارت عنده عنده دوك الشروط كاملين عاد باش نقدروا نسميوه ترانسفورماسيون. صافي ها هي لا بروجيكسيون راه كتبروجيكت ليا ام عند ام بريم، ولكن ما سميتهاش ترانسفورماسيون، يمكنش نقول عليها. الوغ بغيت نمشي معكم انا ديريكتومون نشوفوا دي لي كاركتيرستيك ولا لي بروبريتي ديال هادو. صافي الله يرضي عليكم، بقات موان اون مينوت جو في دونك غادي نديكونيكتي في زوم ونعاودو نرجعو. صافي دابا نيت يلا سي بون، اي باش ما يطلعش لينا في وسط الشرح. يلا ميرسي بوكو. Et alors, rebonjour, salam alaikum. إذا هذا لا لوسون اللي صيفط لكم في يعني اللي صيفط لكم في تيمز، كان هذه مقدمة مقدمة ديال هذا الدرس. هذا المعنى ديال لي ترانسفورماسيون اوزويل. الزيال هي الاعتيادية، يعني اللي معتادين أننا نخدمو بها. دونك الفقرة الأولى كتبقى دائما ان رابيل، ان غون رابيل، كيكون لا سيمتري سنترال، لا سيمتري اكسيال، لا ترانسلاسيون. دونك فوزالي تخوفي دونك دي ديفينيسيون في هذاك الدرس، ديفينيسيون لا سيمتري اكسيال. واش صيفط لكم هاد لو كور في تيمز؟ واش حطيتو لكم في تيمز؟ اسكو جي بوزي هاد لو كور في تيمز؟ اي باش نتاكد الله يرضي عليكم واش لان من مورا غادي نصيفط لكم نو. داكور داكور، اذا مباشره من بعد هذا اللايف هذا ان شاء الله غادي تلقاوه في تيمز، غادي نحطو، ما غاديش نخلي ما نقيس حتى شي حاجه تنحطو لكم في تيمز ان شاء الله. صافي ونحط لكم معاه لا سيري بور لا سيونس الجايه، غادي نحاولوا ناكسيليريو شويه باش نكملوا المقرر ديالنا ان شاء الله. صافي ان شاء الله يلا. الوغ بلاتي نحيد الاصوات، كاين دونك خاص بزاف ديال لي ريغلاج باش يتقاد هاد الشيء باش نخدمو اليز. تري بيان فوالا. لا سيمتري اكسيال، بداو هما بالديفينيسيون ديال سيمتري اكسيال. هنا لا سيمتري اكسيال عندها جوج ديال السميات، اولا عندها ثلاثه كاع، راه تنقولوا لها سيمتري اكسيال ولا ريفليكسيون. ريفليكسيون بحال الانعكاس ديال المرآة، لا ريفليكسيون. صافي ان شاء الله انا غادي نعلمكم بالوقت سميها. صافي اي لا ترانسفورماسيون بلان كي فوالا، هي لا ترانسفورماسيون بلان كي ا تو بوين اسوسي لي نقطتين ام تربطو. لاحظوا معايا هذا التعريف، هذا هو نفس التعريف ديال الداله، عين ما كيمونسيونيش هنا بان فريمون سي اون فونكسيون هنا. داكور الوغ تيل كو دي سوا لا ميدياتريس اون دي كو امبريمي ليماج دو ام بار لا سيميتري اكسيال، اي اون اكري S indice ديال D de M est égal à M' فقط للاختصار. فوالا voilà. إذا الخصائص ديال لا سيمتري اكسيال، واحد المسألة اللي ما ذكرتهاش هما لي سكون ابيل لي بوان انفاريون. داكور إذا اش كنقصد بلي بوان انفاريون؟ داكور دونك هنايا غادي ندوز وغادي نكتب
les points invariants. باللغة العربية النقط الصامدة. مهم من هاد النقط الصامدة نشوفوا علاش من بعد غادي نكتشفوا علاش. بعض المرات راه هاد النقط الصامدة أو النقطة الصامدة هي اللي كتوريك شكون هو لا ترانسفورماسيون باش خدام، لان في التمارين كيكونوا انواع، كاين التمرين اللي غيعطيك هو لا ترانسفورماسيون، يقولك ها انت، ها ازاحه، ها تماثل، ها مركزي، ها هذه خدم به. وكاين بعض التمارين اللي نيفو طالع وغنخدموهم ان شاء الله، لا كاينين في لا سيري كيكون العكس، كيعطيك تيقولك حنا واحد لا ترانسفورماسيون مجهوله تي كتحول لي ام ام بريم بهذه العلاقه هذه. كيقولك مثلا كيقولك بحال هكا ام ا بلس ام ام بريم بلس ام بي لوغ ام بي ايغال مثلا فيكتور نول. يلا وكيقول لك حدد لي، يلا حدد لي الطبيعه الترانسفورماسيون اللي كتحول لي ام لعند ام بريم. ايوا شكون هي هاد ال... الو شكون هي هاد لا ترانسفورماسيون؟ اون فوار. دونك لا كلي او المفتاح غيكون هو النقطه الصامته، لو بوان انفاريون. دونك بدا اولا اش قصد بالنقطه الصامده؟ النقطه الصامده هي النقطه التي تبقى صامده، راه عندها انفاريون، سي لو بوان كي ريست انفاريون، كيبقى بلاصتو رغم انني طبقت عليه داك التحويل. مثلا في لا سيميتري سونترال دو سونتر اوميغا، اشنو هي النقطه اللي صورتها هي نفسها بالنسبه كاينه نقطه واحده بالنسبه لا سيميتري سونترال. عرفتكم عارفينها، عرفتكم غتكونوا جاوبتوا. دونك لان الصوره، اذا الصوره ديال اوميغا هي اوميغا. اذا بالنسبه لا سيميتري سونترال لو بوان انفاريون كيكون هو سونتر اوميغا. داكور مزيان. اذا ندوزو بالنسبه اس تا، شكون هما النقط الصامده ديال الا عندنا تماثل محوري؟ الو تو بيان سور النقط التي تنتمي الى المحور، اذا غتكون توت لا دغوات دلتا. دونك لا دغوات دلتا كلها، لي بوان دو لا دغوات دلتا كلهم سو سون دي بوان انفاريون. انفاريون فاريي هي غيره باللغه الفرنسيه، فاريي. دونك انفاريون هو غير متغير، اذا واخا طبقت داك الاخر ابارتيان على دغوات. اكزاكتومون لي دغوات كي ابارتيان على دغوات. انسويت لا ترونسلاسيون. الوغ بغيت نسول دابا، هادي بغيت نسولكم لان الاولانيين كانوا ساهلين، والصعيبه بيان سور انتم خصكم تجاوبوني عليها. الا عندي واحد ازاحه بواحد المنتج، الوغ شكون هما لي بوان اللي ما كيتغيروش بهاد الازاحه؟ شكون هما لي بوان افوتر افي؟ شكون هما لي بوان فاريون؟ وي كوثر كوثر، ولكن نبتي لو فيكتور راه شي حاجه اللي خيالي، راه ما فيهش دي بوان. ما معنى انفاريون؟ يعني وين شي نقطه اللي نزيحوها وتبقى في بلاصتها في نظرك؟ ما يمكنش نقول بوان ابارتيان، راه لو فيكتور، راه الا قلتي بوان ابارتيان راني هربت بلاتي واحد الوقيته غنهرب عليه لو فيكتور. يلا ها هو ما بقاش ابارتيان، راه لو فيكتور شي حاجه اللي خياليه اللي ما فيش نقاط. احنا هي كنمثلوه بسهم ابنتي، ما يمكنش نقولوا لي بوان دو فيكتور، امبوسيبل. دابا هي منطقيا جاوبيني، الا عندنا فيكتور وعندنا ان بوان، واش كاين شي بوان اللي ندير ليه الازاحه بهذا ويبقى في بلاصتو؟ بلاتي خدينا هنا، ياك خدينا هنا مثلا، واش هاد لو بوان ام ما غاديش الى حركته بهذا المتجه او، واش ما غاديش يتبدل؟ غادي يتبدل. ها هو غادي نرسم المتجه او، غادي نرسم هنا، ها هو فين غيولي ام بريم هنا. واش كاين شي في بالنسبه للازاحه ازاحه المتجهه غير منعدمه لو فيكتور نون نول مثلا، واش كاين شي بوان اللي الا درت ليه طبقت الازاحه تبقى في بلاصتو؟ واش اسكو سي لوجيك بعد هادشي اللي كنقول انا؟ فوالا برافو. اذا اش كنستنتج؟ واش لا ترانسلاسيون عندها شي بوان انفاريون؟ تري بيان فرح فرجي، وي فوالا كوثر اكزاكتومون تري بيان. اذا بلاتي الا كان لو فيكتور نون نول، الا كان لو فيكتور نون نول بلاتي هنا غادي نديرو جوج ديال الحالات.
إلا كان اون نول ديال المتجهة، ألوغ أون نا با دو، دونك غادي نديرو لونسومبل فيد، صافي ما كاين حتى ان فاريون. إلا كان سي لو فيكتور اي نول، هادي راه حالة أخرى، مثلا لو فيكتور نول بحال هكا، لو فيكتور نول يعني كل، يعني في هاد الحالة كاع لي بوان دو بلون كلهم غيكونوا، يعني غادي نقولو هنا في هاد الحالة لو فيكتور نول غيكونوا تو لو بلون، تو لي بوان دو بلون، داكوغ، تو لي بوان دو بلون كلهم غيكونوا فاريون. الإزاحة غير شوية بيزاغ التلميذ، واش تجي بيزاغ من جهة منعدمة كندير بها إزاحة، راه بحال ما كنحركش حتى بوان. هذا هو المعنى ديال الإزاحة بمتجهة منعدمة، يعني كل بوان غيبقى في بلاصتو، ام ام ان مثلا كل بوان غيبقى في بلاصتو، يعني تو بوان سون دي بوان انفاريون. هو في حالة، بلاتي انا باش نجيكم صريح، في هذه الحالة هذه سي غار باش كنخدموا بها. دونك سمحوا لي غادي ناخذ انا الحالة فقط اللي كتهمني، بيان سور اون اون نول، دونك اوكان بوان انفاريون، انفاريون صافي. فوالا، اذا في التمارين، معايا في التمارين، الى لقيت ان سول بوان، في التمارين الى لقيت ان سول بوان غادي نكون لا ترانسفورماسيون عندها ان سول بوان انفاريون، دونك عقلي فين غيديني؟ عقلي غيديني لا سيميتري سونترال. الى لقيت عندها اون انفينيتي عقلي غيديني لا سيميتري اكسيال، يعني غنشك بانها سيميتري اكسيال. الى ما لقيت عندها تا بوان انفاريون صافي، هذيك لا ترانسفورماسيون بتكون اون ترانسلاسيون. دونك لاحظتوا بان كيفاش النقطه الصامده كتولي مؤشر، بمثابه مؤشر على نوع ديال لا ترانسفورماسيون باش خدام. الو، ندوزو اخر حاجه في هذه الفقره دي باش ما نطولش فيها، داكور، دونك راه درت با مال ديكزارسيس فيها وفي الكوليج، اللي هي العلاقات، او لا نعم العلاقات. هنا غادي نستحضر واحد الكور ديال دونك فرنسي، ها هو ترانسفورماسيون، حتى هو غادي نحطو لكم الى بغيتو. ايه هو فيه شي حوايج اللي صراحه ما تلقراهمش حنا في البروغرام ديالنا. لاحظوا معايا، une transformation du plan est une application. L'arto application, on a besoin de ça. C'est comme si c'est une fonction dans le plan du plan dans lui-même qui a tout point, qui a un unique point imprime, et à point imprime il n'existe qu'un unique antécédent. Donc le bien l'application est inversible, fait le hal, d'accord. Il y a une capable de l'axe. Voilà l'isométrie. L'isométrie, il y a transformation qui conserve les distances. ها هما العلاقات. اذا هاد الثلاثه اللي درنا دابا، الازاحه والتماثلين المركزي والمحوري، كنقولوا لهم سو سون ديزومتري. ايزومتري اللي هي بالفرنسيه ولا باللغه العربيه تقايس. اذا ها هما العلاقات كلهم، il conserve les distances. التماثل المحوري المركزي كيحافظوا على المسافه. ما معنى المسافه؟ يعني الا عندك ليمج ديال ا هي ا بريم وبي هي بي بريم، اذا المسافه ا بي هي المسافه ا بريم بي بريم. ليزاغ يعني المساحات، كتحافظ على التوازي، صورة مستقيم إذا كان المستقيم دي يوازي دلتا صافي، والمستقيم دي صورته دي بريم، ودلتا صورته دلتا بريم، راه حتى هادوك جوج غيكونوا متوازيين. التعامد كذلك، لورثوغوناليتي، لي زونغل جيومتريك، الحفاظ على القياس الزوايا الهندسية، يعني صورة زاوية بالتماثل المركزي وبالتماثل المحوري وبالإزاحة هي زاوية تقايسها. هادشي راه واقيلا تفكرتو شي شوية، كنتو في تمارين كتقولوا وحسب وبما ان التماثل المركزي يحافظ على قياس الزاويه فان هذه الزاويه قياسها كذا كذا الى اخره. اتفقنا؟ دونك هادو هما لي بروبريتي اللي كي، دونك كاين شحال بروبريتي؟ كاين 1 2 3 4 5 6 7 8. لو ميليو، الا كان اي هذا ان بتي تيم، هذا هو الرمز ديال لو ميليو، لو ميليو ديال ا بي، الوغ حتى اي بريم غتكون لو ميليو ديال ا بريم بي بريم. لالينيومون، الاستقاميه، صوره ثلاث نقط مستقيميه كتكون حتى هما تيكونوا مستقيمين. لو كونتاكت، التقاطع، لو بوان دو كونتاكت، سي اي اي لانتيرسيكسيون ديال دي، الا كانوا جوج المستقيمين متقاطعين فواحد النقطه دي اي، راه لي زيماج دي بريم و دلتا بريم غيتقاطعوا حتى في الصوره ديال اي اللي هي اي بريم. اذا تتسمى هذه الخاصيه الحفاظ على التقاطع، وهذه الخاصيه حتى هي راه اساسيه في بالنسبه
الرياضيات صافي. فوالا، اذا هذا بالنسبه ل الوغ بالنسبه لهذه الفقره الاولى. الوغ الحصه الجايه ان شاء الله ولا الحصه القادمه شنو غادي يكون عندنا ناتي، او لا غادي ندير واحد التمهيد دابا بسيط، غادي نزيدو هاد السنه هادي غادي نزيدو واحد ترانسفورماسيون جديده داكوغ، اللي هي كتسمى بالفرنسيه كنقولوا ليها لوموتيسي، دونك بتزاد على هادوك اونتيسي، دونك هنايا تيمائي بحال انفورماسيون كتقرا اس، اذا لوموتيسي باللغه العربيه كنقولوا التحاكي. الوغ كيفاش القصه ديال هاد التحاكي هذا، الاصل ديالو منين جا، واش علمكم انكم راه ديجا خدامين به ولكن ما عارفينش واش فريمون نتوما خدامين بالتحاكي. التحاكي عنده علاقه وطيده بطاليس، عنده علاقه وطيده بزاف واحد واحد المفهوم اللي شفتوه اللي هو ديال التشابه، عقلتوا على التشابه، تشابه مثلثات المتشابهه والمتقايسه. اذا باغ اكزومبل غادي ناخذ مثلا مثلثين، مثلا غادي ناخذ واحد المثلث صغير داكور وي اكزاكتومون تري بيان. الوغ بلاتي اسمحوا لي غادي نمشي معكم الجوجيبرا باش نوريكم واحد المساله اللي غتنفعكم. الوغ تيبان لكم جوجيبرا باش نشوف واش فريمون تي يعني كيبان، باش نوريكم بان جوجيبرا راه فيه هاد لي ترانسفورماسيون وفيه اكثر من هاد لي ترانسفورماسيون، فيه اكثر صافي مزيان تري بيان. هما شوف غادي تمشيو لهنايا، دونك بيان سور لافيشاج هذا راه غراتوي هاد لوجيسيال، وكاين بزاف، هذا هو اسهل واحد تقريبا، لان لي لوجيسيال الاخرين طلبات كيطلبوا شويه ديال لا بروغراماسيون داكور، شويه البحث. الوغ ها انتوما كتمشيو لهاد لا كاز هادي، دونك واحد جوج لا ان دو تخوا، لا تخوازيام ما قبل الاخيره، لاحظوا فوالا سيميتري اكسيال سيميتري سونترال انفيرسيون، هاد انفيرسيون حنا ما كنقراوهاش، دونك لا روتاسيون العام الجاي غتقراوها العام الجاي، حشمو يزيدوها لكم هاد العام، حتى هاد العام بيان سور هاد العام هو عامين في عام، بروغرام جوج بروغرام ديال عامين داروه في عام واحد، حشمو لا روتاسيون، لا روتاسيون بيان سور، دونك كنديرو لا روتاسيون شنو هي؟ لا روتاسيون ملي تيكون عندنا واحد لو بوان كنبغيو ندورو كنحولوه، ولكن بواحد لو موفمون دو روتاسيون ماشي ديبلاسمون ريكتيلين، تيكون كورفيلين ولا سيركولار داكوغ، هاد لي موفمون دو روتاسيون لي موفمون دو ترونسلاسيون هاد لي موفمون كاملين راه كيتستعملو تيكونو في الظواهر الفيزيائية. ها لو مونتيسي ها هي اتفقنا، فوالا ها لا ترونسلاسيون. مثلا هانتوما مثلا ناخدو واحد اكزومبل، غادي ناخد ان تريونجل بوليغون مثلا، وتبعوها معايا مزيان، غادي نحيد لاكس فوالا، انا ما خدامش في روبير انا خدام في لو بلون، باردون جو ميكسكوز، غادي ناخد هنايا دونك هي ندير واحد لو تريونجل كيلكونك، وشوفوا معايا القياسات ديالو، دونك غادي لاحظوا خصني تكمل الدوره باش فوالا. ها انتما ملي كدير تريونجل هنايا بوليغون، بوليغون مضلع، دونك كتكري انا بغيت غير ثلاثه، دونك كنكمل ثلاثه ضد ثلاثة ديال لي زاكس، هو عطاوني لي ديستونس، كيعطيك لي بوان لي كوردوني، وكيعطيك المسافات ا بي و سي، ها هما هما هاد الاضلاع، و تي ان عرفتي شنو هي تي ان؟ هي مساحة هاد المثلث، مساحة هاد المثلث هي ثلاثة، داكوغ مساحة هي ثلاثة. شوف اش بغيت ندير، غادي نشد هاد ا، شوف انا بغيت ندير هاد لوموتيسي باش نشوف شنو كيوقع، دونك غادي ندير غير كيرسور هنايا باش نشوف شنو لانستركسيون، قال لك اوبجي ا ترانسفورمي بوي لو سونتر. اه فوالا، اذا جو دوا كريي ان سونتر بارابور اوكي كنخدم، دونك غادي نخدم بواحد لو سونتر، وشوفوا معايا دونك غادي ندير لو سونتر، غادي جهه او ا بريم كتساوي جوج المرات المتجهه او ا داكوغ، دو ميم غادي ندير دو ميم بور بي، الوغ او غادي ندير نفس لو رابور لي هو دو، غادي ناخد سي غادي نورك على لو سونتر وغادي ندير دو فوالا، اذا انا جي كريي ا بريم بي بريم سي بريم. يلا جو في ماتنون يعني بونس هاد لو بوليغون اللي وصلت ليه غادي نديرو، يعني غادي فريمون غادي نرسم هاد البوليغون فوالا. اذا اش كتلاحظوا على هاد المثلثين؟ اش وقع على داك المثلث الاولاني اللي عندي فاش درت ليماج بهاد لوموتيسي؟ اش كدير ليا لوموتيسي ا فوتر افي؟ شوفوا هي القياسات ديال الاضلاع اش كدير، واش كنسميو هاد المثلثين؟
Voilà, exactement. Faraji, lève la main. Salé, Sawin, chauffe Selma. Excuse-moi, j'ai pas vu ta main. Oui, Selma. Salam alaykoum. Tkbir, voilà. D'abord, la hasab. Quand on dit tkbir, là, tsghir. D'abord, il a hضرنا على المثلث الكبير. On dit tkbir. Le français est tkbir, on dit agrandissement. Agrandissement. Oui, voilà. Donc, agrandissement. Agrandissement. Agrandir, le verbe agrandir. Ou tsghir, quand on dit réduction. La réduction. صافي تكبير تصغير اذا في الحقيقه وهاد المثلثين اش كنقولوا عليهم اش كنقولوا عليهم بلاتي ها هما كيبانوا لكم دابا اغرانديسمون ريدكسيون دونك ريدوير لو فيرب ريدوير اش كنسميو هاد المثلثين كنقولوا لهم مثلثين هبه فرجي وين راه عندكم الصوت كاملين متشابهين حسن جدا مثلثين متشابهين Oui. واش لا ريدكسيون كتعني الا خدينا رابور سالب هذا سؤال زويون. ايوا نديرو واحد القضيه. عرفتي اش بين ندير؟ غادي نحيد هذا ا بريم و بي بريم و سي بريم ونبدل داك لو رابور اللي درنا ونديروه سالب ونشوفوا واش غيوقع. صافي؟ يلا ايدونتيك متناسب متشابهين. متناسبين ممكن نقولوا ولكن هو ايدونتيك تدري هو عرفتي شنو ايدونتيك راه بحال بحال وهذا هو ماشي بحال بحال ايدونتيك هي قايسين تنقولوا سومبلابل بالفرنسيه هي متشابهين ها انتما شوفوا بقاو معايا بقاو معايا غنديروا ليماج دو ا بار او لو رابور غادي نديروه هو موان دو صافي يلا اش وقع فين ولا داك لو بوان ا بريم ليماج فين ولات ولات دو لوتر كوتي بارابور لو سونتر لي هو او ياك وي في الاول فاش درنا او الرابور ولات فوالا ا بريم اكزاكتومون ا بريم جات لتحت جات في لو ميم كوتي كو ا داكور دونك نشوفو دابا بي بريم تا هي غادي نبدلو موان 2 اها وفين هي خصنا نطلعوا لفوق بلاتي باش نشوفو نصغروا شويه ليماج هي بي بريم شتيها فين بانت الوغ سي دونك فينالمون الوغ اون فا دونك ترانسفورمي سي مام افيك موان دو ونزيدو نصغرو باش تبان لينا اذا ها لو تريونغل الجديد ها هو اش وقع في نظركم واش وقع ليه صغير المثلث الاولاني هو ا بي سي اذا شنو هي لا ديفيرونس اللي دارت ليا هذيك موان فوالا فوالا بحال قلتي ردتو لينا في لوتر كوتي بارابور او ولكن راه بقى واش بقى عندنا تكبير اذا الا بغينا نديرو التكبير هاد لو رابور دونك كناخدو حنايا لا فالور ابسولو اون جينيرال صافي دابا هنا واخا لو رابور هو موان 2 كنديرو لا فالور ابسولو دونك تكبير هو 2 لاحظوا شوفوا لي زيما هانتوما قالت 3 تضاعفات ولات 6 كي قالت ريحام وي مزيان قالت لي كاين واحد التناسب حسن جدا تناسب بين الاطوال الا خدينا ا بي على ا بي بريم غلقوا هي ا سي على 2.83 اللي ضربتيها في جوج غتلقاها والمساحه فاش كتضرب المساحه المساحة فاش غادي تضرب ثلاثة فاش ضربناها أليني حسن جدا أليني وي المساحة ثلاثة فاش غنضربوها باش تولي 12 غنضربوها في دو لا لأن المساحة هنا كانت ثلاثة ولات 12 في 4 دونك المساحة فاش كتضرب إلا عندي لو غابوغ وكا فاش كتضرب المساحة في فوتخ أفي نشوفو سمية معنا سمية وكنو ارفع اسمك يلا شكرا الفرجي شكرا هبة سمية وكنو tu veux poser une question ثلاثة اي ثلاثة 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 راه قلنا ثلاثة في أربعة إذا بلاتي نرجعو نديرو واحد ملخص عفوا ولا نشوفو شنو وقع في الحقيقة شنو وقع اذا شنو هي هاد لوموتيسي الفكره ديالته ولي زاب
يا لورا من بعد واخا هادشي ما عندكمش في الدرس، انا راه غادي يعني نعطيكم دي زابليكاسيون اللي فريمون راه كتستعملوا هاد لوموتيسي، راه كتستعملوها في التليفون في الواتساب فاش كتبغيو ديروا اغرونديغ اون ايماج، لا ريدكسيون دون ايماج، كتبغيو تصغروها تبغيو تكبروها الى اخره، وهذا راه كتستعملوا لا بروغراماسيون لداخل في البي سي، راه كتستعمل هاد لوموتيسي. لي بروغرامور لي انفورماتيسيان راه تيكونوا اغلبهم تيكون خص يكون قارب هذا لو مينيموم دو مات باش كي يقدر انه يبرمج سورتو في هادشي ديال الديزاين الجرافيك اي انسي دو سويت. دونك اول حاجه عندنا واحد دونك اولا حطينا واحد لو سونتر اللي هو سميناه اوف على نفس و الو عندنا او وعندنا واحد لو بوان ا ولا اون جينيرال نسميو ام. الو كيفاش قبيله كانت هاد لوموتيسي كيفاش كان جوجيبرا كيرسم ليا ام بريم؟ تو سامبلومون الا لاحظتوا واحد القضيه كيكون ام ام بريم و او تيكونوا اليني. وشنو هي العلاقه؟ العلاقه تو سامبلومون هي هذه، هي ان دونك لو فيكتور، اذا كيكون عندنا جوج لي فيكتور داكور، وكيكون واحد لو فيكتور تساوي ك هذاك لو رابور فوا واحد لو فيكتور اخر. دونك هاد لي فيكتور كيفاش نكونوهم؟ كيكونوا بجوجهم لا ميم اوريجين اللي هي او اللي هو لو سونتر، يعني المتجه او ام بريم، يعني باش تمثل باش تمشي لاو ام بريم كتاخذ المتجه او ام وكتضربها في لو نومبر كا. فوالا اذا هكا كنعرفوا ايماج اللي غادي ناخذو، كنقولوا ليماج دو لوموت دو ام بار لوموت سي اش سي ام بريم صافي. و لوموت سي دونك باش نعرفها خصني لي زيمون كاركتيرستيك دونك اليمون العناصر المميزه ديال التحكي المحاكاه باللغه العربيه. لوموت سي التحاكي يعني لاحظوا معايا كيكونوا اشكال كيتشابهوا بحال كنحاكي واحد الشكل معين داكور. اليمون كاركتيرستيك كيكون جوست لي زيليمون شكون هما لو سونتر واحد لو بوان بارابور اوكيل كدير داك لاغرانديسمون ولا ريدكسيون كيما لو سونتر ou le rapport. Le rapport, c'est un mot réel. Ou bien sûr, une vraie homothétie, par définition de l'homothétie, c'est que le rapport nul. Sinon, ce n'est pas une homothétie, d'accord. Le centre, on se met où? Donc, le robot, exactement. Très bien. Voilà. كاين بزاف ديال الانواع. عطيني مثال بسيط، نعطيكم مثال بسيط بزاف. كلشي كيخدم بالبينت ياك، كتخدموا بالبينت؟ جاوبوني، كتخدموا بالبينت في التليفون ملي كتبغيو ديروا ديك اغرونديغ ليماج داكور؟ وي راه كلشي عارف البينت شنو هو في البي سي ولا الوغ في التحت كتلقى واحد لابا فيها بورسونتاج 100% فيها اكسيتيرا داكور، بلاتي حنا كاع ما خاسرين والو. هادشي نجبدو لكم نيت هنايا باش نشوفوا هاد بينت. هذا راه بينت راه ابسط واحد، راه حنا نقدروا نهضروا على الفوتوشوب، نقدروا نهضروا يعني بزاف ديال لي لوجيسيال اللي كيديروا لينا. ها انتم راه كيبان لكم لتحت، ها هي او دسو شتا، ها انتم 100% 50% اكسترا داكور. ها انتم شوفوا عند القضيه، غادي نرسم شي حاجه مثلا شي مثلث ولا شي حاجة مثلا ان اربر مثلا ولا شي حاجة صافي. الو لاحظوا معايا ملي كندير اش كيوقع؟ شوف باش نفهموا حنا اش حنا كيبان لينا فيزيوالمون بان راه هي ليماج ولات كبيرة، ولكن في الحقيقة عرفتي اش وقع؟ عرفتي اش وقع؟ وبلاتي نرجع نشرح لكم اش غادي اش وقع. راه ماشي ليماج اللي ولات كبيرة، عرفتي اش وقع؟ في ليكرون ديالنا الاكران ديالنا كيكون تي لا ميزور ديالو ديال المساحه ديالو ولا كتكون اون بوس داكور. اون بوس لي بوس كتعبروا من هاد القنت لهاد القنت داكور دياغونال. الوغ لي بوان دانتيرسيكسيون ديال لي هاد لي دياغونال لو سونتر ديال الاكران اللي تيكون ريكتانغولير هذا كيكون هو لو سونتر اوميغا ديال لوموتيسي ديالي داكور. الوغ انا فاش تبعوا معايا تبعوا معايا اش وقع فاش رسمت ليماج اللي هي ديال اغبر. ها هو ها لاغبر هاي. الو كون جو كون بلاس
il est constitué d'une voilà d'une quantité infinie de points. Il y a une couleur des points, d'accord? L'image qui donc se forme de pixels. Tu connais des pixels, d'accord? Coloriés, donc les couleurs essentielles, et au moins le vert, le bleu, le jaune, le rouge, pardon, le vert, le bleu et le rouge. Ok, donc qui connaît une infinité. Une infinité, le point, le nombre de points est fini. La quantité, c'est la résolution de la carte graphique. Et là, quand une vraie carte graphique, tu connais le nombre de pixels, tu connais. Et ainsi de suite. Oui. Alors, alors, il a un point, un point, un point, le point A, B, C, ainsi de suite. Quand 100%, maintenant 150. D'accord? Quand 100, 150. Attends, qu'est-ce que tu dis? Définis l'augmenté ici. Les yakatkoun l'augmenté ici d'un point M égale à 1 prime, qui va de la façon suivante. Les yakatkoun OM, qu'est-ce que oui? Donc, qu'est-ce que oui? Qu'est-ce que 100 sur 100. Le pourcentage 150%, pourcent. Il a le pourcent est sur 100. OM, OM prime, il y a 15 sur 10, il y a 1,5 OM, le vecteur, pardon, vecteur OM. Voilà. Ou tu as le pourcentage, il y en a qui le t'aime, qui le l'air, qui le adabi, qui le marifem, ou il fait mieux pourcentage, 50%, il y a nos 150%, il y a un nos stylés, dialogue. Fais-tu kiffage? D'accord. Donc ça veut dire donc le point A va se déplacer. Donc Bnisbalinahna radit déplace, d'accord, radit déplace. Il a la position. Il y a donc l'ordre fait régie A. Normalement A prime. A prime radit Bnisbalina O A. Il y a donc Wahed Ons. Il y a A prime régie A. بحال قلت هاد الشجره ما غاديش تولي تبان، غتولي بان هي واحد شويه منها طريف منها، داكوغ؟ هادشي علاش ملي كتكبر بعض المرات الصوره ما كتولي كيبان هي واحد الطرف. دونك مثلا نفترضوا نجيبوا هنايا دونك لاغبر باش يجي يكون مزيان، نجيبوا هكا ونصغروها شي شويه. دونك فوالا ليماج دو شاك بوان غيجي هنا، ليماج انت فينالمون انت كتشوف هي المحصله ديال شاك ايماج. شاك بوان ملي كاع دوك لي بوان كاملين هنا لي زيماج ديالهم اش كتشوفوا نتوما بحال خدعه بصريه كتشوف هي المنتوج النهائي كيبان لك بحال الشجره كبرات اتفقنا اما هو في الحقيقه راه هي لي بوان اللي كي سون ديبلاسي بهاد لا غولاسيون هادي اللي عندنا هنايا وي رحاب وي رحاب الو وي رحاب السلام عليكم Oui, allô? Allô, je pense que tu as problème de son. Oui, un mouchkif saute. Il a qu'une ticket semaine à faire que mon kin j'ai oublié conversation. Alors, Faraji, Faraji 4 semaines, mais il y en a qu'une ticket saute. Oui, monsieur. 4 semaines, donc un mouchkif rehab. Oui, tu peux parler la conversation. Il me tient qu'à connaître la réduction. Voilà, c'est ce azouin. C'est ce azouin. Et dans Norjo, Roblati. نرجع للجوجيبرا ونوريكم امتى غتكون عندنا ريدكسيون غادي نحيد هذا البوليغون هذا قبيله داك جوج وثلاثه اللي خديت شكون ما عرفتش شكون واش عندكم شي ايدي على فوقاش يقدر يكون ريدكسيون خديت جوج وثلاثه انا بغيت نشوفكم واش وي كاوتر فوقاش تقدر تكون واش ممكن تتوقعوا كونجيكتوري تظنوا لي الحاله الو وي كوثر وي كوثر برافو حسن جدا تري تري بيان برافو اذا حنا في الحقيقه نقولوا اون فالور ابسولو ياك اون يقدر يكون نيجاتيف المهم لا فالور ابسولو صغر من واحد مثلا الا خدي فوالا اذا غناخذوا واحد لو تريونغل كبير ها هو نكبروا شي شويه هذا
نكبر هذا شويه وغادي ناخذ واحد لو بوان، ناخذ واحد او ها هي ولا دي ماشي مشكل، خليها لو سونتر. غادي ندير او مونتي سي، غادي ندير ا دي وندير هنا مثلا، اعطيني شي رابور لي صغر من واحد مثلا، نديرو موان زان دومي مثلا، موان 0.5 صافي. اذا هذاك لو موان ماشي هو اللي كيدير لينا لا ريدكسيون، هذاك لو موان كيعطيك هي واش غيبقى عندك الشكل في نفس الجهه بارابور او ولا غيتقلب غيولي في الجهه الاخرى، فهمتي؟ ولكن شكون اللي كيوريني لا ريدكسيون لا غرانديسمون؟ هو المقارنه مع واحد، لو رابور واش كبير على واحد ولا صغر من واحد. استاذ علاش قبيله المساحه رجعت دوز؟ اي قدام نجاوب على هذا السؤال هذا. فوالا شكرا كوثر، ميرسي يا بنتي، تري بيان. دونك هنا بلاتي اسمحوا لي غادي ندير بي تايا باش تبان لكم. بقاي معايا نيت كوثر، بقاي معايا نيت. ا بون بي، دونك غنديرو قلنا موان 0.5. قولي لي علاش اختاريت موان 0.5 وعلاش علاش ما اختاريتش 0.5؟ ايه في الشكل اللي عندي انا هنا؟ شنو الحاجه اللي خفت؟ لان الا جات في لوتر كوتي غيجي تحت من هذا لو تريونغل، انا خفت لي يكون لي ما يوليش يبان، اتفقنا؟ داكشي علاش درت موان باش يجي في الفوق، باش يجي في الفوق. ها هو شتي لو تريونغل، اش ولا لو تريونغل ابري بي بريم سي بريم كي ولا الي ديفوني كومون؟ فوالا مقلوب، ولكن واش اش وقع ال ا بي سي؟ وقعت لي ريدكسيون لا غونديسيون؟ فوالا ريدكسيون، تري بيان. ريدكسيون دو رابور هو لو رابور دو ريدكسيون، بلاتي الا هضرنا على ريدكسيون نقولوا لو رابور ديالها هو 0.5 لا فالور ابسولي. حسن جدا، تري بيان، شكرا كوثر، ميرسي بوكو فرجي. بلاتي سميه رفعي صباعك باش نشوفك، فازي بارتيسيب. سميه فين هي سميه نسمعوا صوت سميه. السلام عليكم سميه، راه تبارك الله عليك. اه جو فوالا تو في دي غراند ايفور، ما عندي ما نتسالك لا انت لا الاخرين، تبارك الله. يلا قلتي لي استاذ علاش؟ لان تو سامبلومون شوفي المساحه، راه كنتو درتو هذا الشيء بالنسبه للمثلثين، ملي كيكون مثلثين متشابهين بواحد النسبه ديال التصغير ولا الا سمينا هذه المساحه هذه اس غراند اس وهذه المساحه بتيت اس. اذا باش نلقى ولا حاجه اش كنديروا؟ كناخذوا اس ولا باردون، نفترضوا انه وقعت كبير صافي، نفترضوا ان ناقص كنضربوها فاش في كا اس اثنان الاضلاع كيتضلع، الى عندنا ا وهنا ا بريم، دونك الاضلاع كيتضربوا غير في كا، غير في هذاك لو رابور باش تلقاي ا بريم، ولكن المساحه كتضرب في كا اس اثنان، والفوليوم الحجم، الحجم فاش خصو يتضرب؟ الحجم مثلا ديال حسن جدا، الحجم كيتضرب في اوس 3، جو بونس درتوها في الكوليج الا باقي عقلتي ياك. الحجم الصغير خصك نضربو كا اوس 3 باش يعطينا الحجم الكبير. علاش؟ لان المساحه راه كضربي جوج ديمونسيون، راه خصك تضربي الطول والعرض، اذا كضربي الطول في كا وكا، دونك كتولي كضربي في كا اوس 2. هنايا كا اوس كضربي الطول والعرض، الطول والعرض والارتفاع، داكشي علاش كتولي مضروبه في كا اس 3. وعليها قبيله كانت شحال كانت تي ان؟ قالوا لي 3 والتي 2 قالوا لك هي 12، علما حطيت انا هو 2، اذا 3 في 2 اس 2. علاش؟ واضحه المساله؟ صافي. المهم نتمنى نكون جاوبت لكم على نعم ابنتي، يا على التوقيت ياك بتسوليني. نعم امتى كتكون ريدكسيون، امتى كيكون عندنا اغرانديسمون؟ فوالا بلاتي بقاي معايا، بقاي معايا فاك. شكون اللي كيوريني لاغرانديسمون؟ شكون اللي كيوريني ريدكسيون؟ بعدا اولا هاد مونتيسي انا راه دابا راه ما خطيت هي فقط هي تقديم الحلقه، ان دابا بغيت نخلي مونتيسي جديده، بغيت نخلي ليها حصه كامله نخدموا عليها مزيان صافي بنتي باش نتفاهموا. يعني انا ماشي صافي راه دابا راه صافي شرحت لوموتيسي صافي الله يعاونها، لا. اذا حسن لوموتيسي قلنا الغير ولا الجديد في لوموتيسي انك تطلب جوج ديال لي كاركتيريستيك باش تعرف
باسكو لو سونتر غنسمي اوميغا خصنا لو راب اذا في الدار شكون هو لي غيور لو رابور لو رابور فوالا اذا سي لو رابور لا فالور ابسولو ديالو الا كانت اكبر من واحد راه كيكون عندنا اغريسمون كبير صافي بحال مثلا جوج ثلاثة أربعة ولا موان دو دو تيت كبير ولكن هي هذاك الموان هي ديال لو سونس كيولي لو سونس كيتقلب ولكن تي دوبل جوج ولا كانت لا فالور ابسولو صغر من واحد مثلا ان سور تخوا سور دو في هذه الحالة كيوقع لينا ريدكسيون داكوغ نعم وقلت لي لا هي اغونديسمون عندها صح هو بلاتي ناقص جوج الا كان كي كيساوي ناقص جوج اين وحده في هادو غيحقق ليا يحقق ليا الاولى احترات تنحيدو داك لو موان بنتي كنحيدو داك لو موان تنحيدو هذاك شوفي بلاتي ملي كيكون عندنا واحد الشكل ابي فاش كيفيدني هذاك لو سين ديال لو رابور هذا فقط فاش هاد لو بلوس بلوس ولا موان كيفيد يعني الا كان موان غادي تقلب غادي يولي المثلث في الجهه الكبير في الجهه الاخرى ايماج غتولي في الجهه الاخرى صافي الو فوالا تمام جمع يلا السلام عليكم نسينا راسنا تتقطع علينا فوالا زوم نتمنى الاكسبيريونس تكون ناجحة نرى داخل دابا ب كاين ديال ليكار سي نورمال واحد شوية ديال ليكار بارابور يعني في الفيسبوك بارابور ولكن المهم ان هذا الفيديو راه غادي يبقى في الفيسبوك واللي بغى يدخل داكوغ اجل سمية كتسمعني مزيان اش صافي صافي فهمتي ياك دابا هاد لو موان هاد لو موان عندكم تسحبكم لو موان راه صافي ريدكسيون موان دو نو كناخدو فالور ابسولو راه موان دو يعني كيتضو شنو هي موان دو بالدارجه اللي بغيت نشرحها لك كيتضوبل ولكن كيتقلب كيولي في لوتر كوتي بارابور او بلوس دو يعني كيتضاعف بجوج مرات ولكن كيبقى في لوتر كوتي في لا ميم كوتي في لو ميم كوتي باردون بارابور او هذا هو المعنى ديال هذاك بلوس او موان تو سامبلومون تري بيان كناخذوا لا فالور ابسولو اكزون دونك الحصه ان شاء الله الحصه القادمه غتكون عندنا لو فوندي صافي اش بان لكم في هذا لو طون في الوقت شكرا جزيلا سميه في التوقيت ديال العشره اش بان لكم واش مزيان شكرا فرجي كمال ما سمعنا الصوت كمال اليوم كي داير ولدي كمال ونبيه حتى هما مزيان هو كي جاكم التوقيت مزيان نعاودو نديرو التوقيت صافي حتى كتفطروا تتشبعوا مسلسلات وتشبعوا غسيل وتجيو تقراو صافي داك صافي تبارك الله عليكم دونك بلاتي انا غادي نتوقف هذه اللحظه هذه يعني باش ما نزيدش نطول عليكم كثير نرجع بلاتي غادي نرجع للعمل شنو كينتظر الله شوفوا دونك كي قلت لكم صيفط لكم لا لوسون غادي نصيفطها لكم والحمد لله راه لا لوسون راه دونك دابا نتوما تكونوا فاهمين شنو فيها باش اساس الحصه الجايه دونك ها هي لا سيري اللي غادي نصيفط لكم شتيها لا
la série. Donc c'est une très bonne série. غادي نخدموا على هاد التمارين هادو، حاولوا توجدوا شي شويه فيهم صافي، حاولوا على الاقل توجدوا داك ليكزارسيس ضايع لكم صافي. D'accord. يلا ونستافدوا شويه، نستغلوا هاد الوقت هذا. اي غنديروا لا سيونس فوندرودي ان شاء الله ريحه مع العشرة نور. مزيانه، انا جاتني مزيانه، سيتي كل انسان مرتاح كتكونوا كلكم ساليتوا شغلكم صافي. يلا كي جاتكم لا سيونس مزيانه عجبتكم، كاين شي ملاحظات شي حاجه نقدروا نبدلوها؟ صافي صافي، شو بارك الله فيكم تانتوما، وشكرا لكم بزاف. يلا تبارك الله عليكم، امسيه سعيده. يلا دابا نصيفط لكم. وي وي يا بنتي وي، شكون معايا؟ مزيان، راه حتى حاجه ما كتضيع الا حطيتوه في تيمز، راه بيبقى تما في تيمز، بيبقى عندكم، راه سي بريفيرابل. انا دابا علاش انا وليت كندير اون باراليل، راه دابا خدام معاكم وداير هاد الحط هاد اللايف، حطو دابا في الفيسبوك، دخلتو لاباج ديالي، راه حطو، لان كي تيقول لك اودي انا عندي مشكل في تيمز ما تنقدرش ندخل ليه، بحال حمزة، حمزة اريم، وحال واش كاين حمزة اريم هنا، هي بحال غيتا، غيتا حتى هي ما كانش. الله يرضي عليكم. شوف انتوما ديروا الكونتاكت مع، ياك دايرين بيناتكم جروب بيناتكم ياك؟ صافي المهم، شوف حنا انا اللي عليا راه تندير المجهود نعرم كل شيء باش نضم لكم انتوما افكاركم، يكون عندكم فكرة واضحة، ونتمنى يكون عجبكم داك المثال قبيلة اللي عطيتكم ديال البينت وديال التليفون، راه باغي كيخدموا بلا غونديسمون. يلا شكرا لكم بزاف، وامسية سعيدة. يلا باغي صافي، شكون عنده شي سؤال؟ نعم هاد لوميتيسي تتحافظ على لي ميزور ديال لي زونغل. كتحافظ على لي ميزور دي زونغل اكزاكتومون، لان التشابه كيبقاو لي زونغل، ولكن فيها مشكل اللي هو لي ميزور دي لا والمسافة لي ديال ديستونس. فوالا، اذا ها احنا دابا بنجاوب على السؤال ديال سلمى قبيله، قالت لي يا استاذ لا بروجيكسيون كونسيرف لي ديستونس. لا هانتا لوموتيسي نو كونسيرف با لي ديستونس، لان تقدر تكبر ليا دير ليا تكبير، ولكن رغم ذلك كنعتبروها بارمي لي ترانسفورماسيون. في ترانسفورماسيون انها كتحول ليا ام لام بريم اونيك، وكتقدر تردني من ام بريم تردني لواحد البوان اونيك، هذا هو المفهوم ديال ترانسفورماسيون. دونك هذه فكره زوينه كمال، شكرا عليها، مزيان. اذا لوموتيسي خارجه لهم من الجنب، لوموتيسي تنقولوا سي با اون ايزومتري، ليس التقايس، لا تحافظ على قياس الاضلاع، ولكن غتحافظ على كل شيء. لا دابا نشوفوا على التعامد، على التوازي، على قياس الزوايا، على الاشكال، مثلا صورته شي مثلث هو مثلث، ولكن القياس الا بي ا بريم بي بريم لا. عرفتي اش كدير؟ غادي دير تكبير ديال، غادي يكون ا بريم بي بريم و كا لا فالور ابسولو تري بيان دو كا فوا ا بي. انا درت فالور ابسولو لان خدام بدي ديستونس. فوالا، هادشي كله غنشوفوه الحصة القادمة إن شاء الله، صافي؟ شكرا كمال على المشاركة ديالك، شكرا لكم بزاف. يلا أنا أكتيفي لي ميكرو عليكم كاملين، داكم تشو تكونوا دايرين شي كارثة. صافي أكتيفي لي ميكرو، يلا شكرا لكم، شكرا كاملين، ميرسي، بون سواري، تبارك الله عليكم. يلا يلا أنا نصيفط لكم داكشي دابا، دابا نصيفط لكم الدرس ولا السيري. يلا بسلام، سلامة، بون سواري، او روفوار، دونك ا فوندرودي ان شاء الله ياك. يلا سلامة، سلام عليكم. بالنسبة شوفوا، بالنسبة للتسجيل ديال هاد لا سيونس راه غتلقاوه دابا، راه التسجيل راه محطوط في الفيسبوك بلا ما يعني واش بغيتو نزيدو نديرو في اليوتيوب نديرو، انا ما عنديش مشكل، نهزو نديرو صافي صافي. يلا غادي ناخذو من الفيسبوك وندخلو اليوتيوب صافي ان شاء الله. يلا شكرا لكم تانتوما، تبارك الله عليكم. يلا السلام عليكم.